طيب نروح بعد كده لخبر حلو امبارح وبطلتنا الاهلاويه الجميله اللي نورتنا هنا برضو اكتر من مره، هنا جوده، وتوجت بالميداليه الذهبيه في بطوله العالم للشباب لتنس الطاوله المقامه في البرتغال، وحققت ذهبيه زوجي هنا الانسات مع اليابانيه ميروا بعد الفوز على ثنائي المانيا 3-0. والنهارده كمان هتلعب هنا منافسات نصف النهائي لفردي السيدات، فيعني جود لك وبالتوفيق ليك يا هنا، بطله جميله وهي بنوته صغنونه، لكن يعني تتكلم معاها تحس ان هي اكبر من سنها وعندها طموح وبتحب النادي الاهلي بشكل يعني كبير، وهي بنت النادي الاهلي من وهي بيبي، حتى هي كانت بتحكي يعني قصتها، كانت صغيره وكانت قصيره جدا على الترابيزه فكانوا بيضطروا يقصوها لها، فباذن الله كمان تشرف اكتر واكتر بالنادي الاهلي وتبقى هي البطله اللي تروح بعد كده تمثل مصر في الاولمبياد.